السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامجكم في بيت، والتي نطل عليكم بها من بيت الطب والحكمة بيت علاج، سعيا منا للتعرف على علاقة التغذية بصحة الجسم. ضيوفي في هذه الحلقة هم السيدة فاطمة التمتاج مهتمة بمجال الطبخ، والسيد الطبيب والباحث محمد الأمين ولاد باحث في مجال التغذية. طبعا أهلا بكم، نحن سعيدين بوجودنا في هذا البيت الكريم، وجودنا أيضا معكم في شأن يخص المجتمع ويخص البيت خصيصا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وما توفقي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب. أولا ساب نتكلم لك عن الموضوع بشكل عام، نختار نشكر هذه القناة، هي قناة المرابطون، هذه القناة الوليدة اللي بالحقيقة أتمنى لها المزيد من الازدهار والتميز إن شاء الله. وفيما يتعلق بالموضوع اللي هو الصحة ومن في مجال التغذية، بالحقيقة المتتبع للمواطنين يعرف أنه ياسر من نقص في هذا المجال للأسف، والمشكلة هو عودان على ياسر من المواطنين ما يبحثوا عنه، وقالوا كانوا بحثوا عنه بده يشوفوا لياسر من المعلومات، لأن المعلومات متوفرة في كل المتوفرة عن طريق يعني الإعلام، عن طريق التلفزيون البرامج، وعن طريق الإنترنت، وعن طريق يعني الكتب، معناها المعلومات موجودة الحمد لله، معناها حد بحث عنه دور يجبر معلومة. والمهم هو طريق الإعلان الشخصي بعد يهتم بالمجال لأنه هو يتعلق بصحته، وتعزيزا للمقولة الشهيرة اللي هي الوقاية خير من العلاج، يا الله نهتموا بتقوية يعني جهازنا المناعي وتقويته بواسطة التغذية. والتغذية كيف ما ينقال التغذية السليمة، الجسم السليم، العقل السليم، العقل السليم، الجسم السليم. وهذا يجعلنا دائما ننصح الناس، ننصح الأطباء، نعنى المرضى، وعلى أنهم قاعد سابقة يشوفوا يحتاجوا العلاج، يعملوا الوقاية، يهتموا بالوقاية، معناها يهتموا ب يعني استعمال الفواكه اللي غنية ب الفيتامينات وغنية بالبروتينات، وفي نفس الوقت مولي يعني الجسم ما يحتاج على أنه يبذل مجهود من أجل يهضمها، وبالتالي هي وجبات خفيفة ومفيدة في نفس الوقت. وكيف قلت لك المهم على أنه يعني الفواكه والخضروات وهذه العناصر كاملة، شفتي هو للأسف ياسر من المواطنين يهتم بالكمية على حساب النوعية، بحسب نوعية الغذاء، معناها الشخص اللي مهم عنده هو يستعمل مواد، مثلا بعض منهم يقبض قوسيمار، يقبض شمن مثلا الأطعمة اللي ما عنده أي غذاء للجسم، والله زاد عنده نسبة من طبيعة ما هو يستعمل أكيد ما هو يستعمل أي غذاء، ما عاد عنده نسبة طبعا مفيدة للجسم، يا غير تعود ضئيلة مقارنة مع حاجة الجسم اللي يحتاج للجسم، وبالتالي لأن يلحق لمرحلة معينة لابد من يصاب بتدهور. كيف قلت لك يجب علينا نهتموا بالفواكه والخضروات واللحوم البيضاء، وآخر دراسة أكدت على أن اللحوم الحمراء هي السبب الرئيسي في أمراض المعدة بشكل عام، وما دامت المعدة معناها المعدة تتعلق بجميع الأجهزة الأخرى، وبالتالي من الطبيعي أنها لا يخلق نقص في المواد. أستاذ نحن معروف عنا كمجتمع من أكثر المجتمعات العربية استخدام اللحوم الحمراء، يعني نستخدمه حتى اللحوم البيضاء نستخدمه، لكن اللحوم الحمراء حاضرة دائما في غذائنا ونستعمله. بعض الدراسات أنت أخبرت تشير عنه ما ينبغي أن نستعمل اللحوم الحمراء في أكثر من مرتين في الأسبوع، ونحن نستخدمها أكثر من 14 مرة في الأسبوع. أكيد. وفي نفس الوقت عندنا دائما أمراض فقر الحديد، أمراض فقر الدم أنواعها كاملة، يعني عندنا موجودة بكثافة، ما معنى هذا؟ أكيد شفتي هو كل زمن وراء زمن تطلع معلومة ما كان حد مطلع عليها، يقول بس الإنسان على دائما يلا يعود بحث عن المعلومات اللي تطلع به، اللي قد يعود عنده فكرة كان شاك على أنها هي اللي الصالحة وتعقب تثبت الدراسات عليها. وثانيا شفتي ياسر من المرضى بما ان ذاك الموجهين الكلمه
مواطني بشكل عام، معناها فيه الامي وفيه الناس كامله بشكل عام. ياسر منهم اللي تقوليها له، يقول لك نحن لما نقدروا نستعملوا فيه اللي اجدادنا وباتنا كانوا يستعملوا كانوا يستعملوا اللحوم الحمراء. يا قايدين تخرصي الزمن اللي كانوا فيه اباتهم من ترى كانوا هم ديار والله ما كانوا، معناها كانوا في كان في وسائل نقل والله ما كان ولا وسائل نقل هم خارجين. معناها مجال الرياضه شفت الزياده في جميع العناصر. سناتي الرياضه بشكل خاص ان شاء الله. معناها الناس كانت مثلا تمارس الرياضه وفي نفس الوقت من الجبل فضاء مفتوح، وبالتالي متعرضه للريفي ومتعرضه لهذا، وحتى كانوا عندهم مسار زايد والدهون ويحرق الزيادات كامله والملح كامل. مشكلتنا عن في موروث الثقافي هذه لازم تعود تخلق فيه توعيه ياك ناس تتخلص منه. والله نحن يعني ما مهم صحتنا، مهم فقط نحافظ على موروثنا الثقافي. اكيد شوفي هو تتعرفي على عاده من يعني الغذاء الروتيني عند الموريتانيين ما يقدر حد يغير الفكره مباشره عن انه قال لهم مثلا انتم كنتوا تعدلوا خطا، يعود قال الواحد منهم يعني اساعد عليهم. معناها تعود روايه اكبر من قدها، معناها شبه رقاج جدايه لا بالشرب لا يعني قطره تصير الوقت، معناها لا مره اللي يعقبه مثلا كيف ما قلتي قبيل على اللحوم البيض الحمراء يعني يحتاج من الجسم مرتين الاسبوع، وقد يعود مره واحده قبل الاسبوع. وهذا هو اللي يعدل في العالم الاخر، كامل اللي مهتم بهذا الجانب. وكيف ما قلت لك الوس اللحوم الحمراء ما ينصح بكثرة استعمالها لأنها غنية بالكوليسترول. الكوليسترول هو المسؤول الرئيسي عن أمراض القلب بشكل عام، وغنية مولي بدهون مشبعة اللي ما ينصح بكثرتها، ولذلك هي قد تعد هي السبب الرئيسي للأمراض كثرية الأمراض. هاي واحدة. هذا زيادة بالجانب الآخر على أنها كيف ما قالت الاخت على انها هضم ما هو سهل، معناها ثقيل على المعده، وبالتالي تحتاج معناها لين تم المعده الداده اللي جاها ما هي قادره تهضمه بشكل طبيعي. الطبيعي لانها لا تعقبه تفتر، وبالتالي ما تدري تقوم بوظائفها بشكل طبيعي. ولذلك تلاحظ ان هون في المواطنين الموريتانيين لانهم ياسر فيهم الواحد اللي يلحق سن معينه ما تري قد يهضم طبيعي. انتشر فينا مرض المعده أكيد مرض منتشر. أكيد شفتي هو المواد كاملة اللي صعبة الهضم عند من توصل للمعدة لا تفرز عليها إفرازات حامضية، حتى هدفها سبحان الله هو تحليل المادة الماء المستعدة للهضم، ومن تفرز لكم الإفرازات هو اللي تؤدي زيادة الحمض. إفرازات تؤدي لارتفاع منسوب الحمض للمعدة طبعا. الحمض المعدة هو اللي يؤدي القرحة المعدية، هو اللي يؤدي التشرع بنقر للمعدة. كيف قلت لك يجب التركيز على اللحوم البيضاء. اللحوم البيضاء. يعني الأطعمة الموريتانية اللي كنا اللي نستعمله في الحالة الطبيعية قدو ما نفهم منها نهائيا. قدو مثلا قالنا قبل ده الأطعمة الموريتانية غير على الأقل بعد يمكن دائما نحافظ على أطعمتنا وفي نفس الوقت نحافظ على صحتنا به. أكيد شفتوا المهم التنويع. مثلا الوجبة نحن ذاك مثلا معدن وجبة من كسكس. تركيبة كسكس ما هي تركيبة مار. إيه ونين تعود هو لا يختلف. خرصي الشخص اللي نعود مثلا كل نهار يوكل لا كسكس. من الطبيعي على المواد اللي مجبور في مار لا ينتقصوا عنده. وفي المقابل تنزاد عنده مادة أخرى قد تعود بسبب المرض. أي مشكلة شفتي هو الإنسان سبحان الله عند منين خلق الله تبارك وتعالى أعطاه توازن وسبحان الله عجيبة غريبة. عنده المواد ما تقدر تزيد عن الحد ولا تقدر تنقص عن الحد. مثلا نقول امراض السكر. امراض السكر هاي السكريات اللي هو الجلوكوز اللي يزيد عن النسبه اللي معروفه اصلا اللي هي 1.5 وعيات تعود واحد في الدم تركيبه الدم لا يخلق خلل، لا يخلق زياده السكر اللي معروف. يعني يخلق مولي نقصان للسكر يعود اخطر. وكيف ذلك الملح زياده الملح ونقصانه. معناها أهم توازن يجب أن يعود دائما للمقبول بعين الاعتبار، وينقبض مولي العناصر كاملة اللي مفيدة اللي محتاج للجسم. مثلا الكالسيوم، عنصر الكالسيوم ما هو يحتاجه الجسم ويحتاجه العظام لأنه يؤدي إلى تقويته، وهذا بالنسبة للشاشرة ضروري خاصة بالنسبة للأطفال.
اللي يا الله دائما تاخذ عنهم من اطالهم المواد الغنيه بالعنصر الى يقوي قوي عظامهم. وما اكثر حد معرض للهشاشه اكيد يعني. وكيف قلت لك يجب علينا ان نهتموا بهذا اللي يعطي لتقويه للجهاز المناعي، هي اللي هو الجهاز المناعي مثلا خلق الله تبارك وتعالى من اجل على انه اي جسم غريب مثلا فيروس والله بكتيريا، خاصة هذا بالمجال نحن ذاك في زمن البرد، والبرد سبحان الله تكثر هاي تجبر الفرصة على انها تتكاثر، هي البكتيريا تتكاثر في الرطوبة اكيد، لانها تجبر لدرجة من الحرارة قد تفوت فترة ما 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 ما, ما اخذت عليها. ولذلك تكثر العدوى، كثر العدوى مثلا الانفلونزا، الانفلونزا هذا مجرد اسم هو نفسه نازري العادي. نازري هي انفلونزا. هي غير، لكن هي انفلونزا طبعا نازري جايه من الخنازير اللي يكثر فيها مثلا العالم الاخر يقول بيدي نازري كانت تخرج الخنازير وعاد تنتقل للبشر. هو عباره عن جرثومه تنتقل، واساسا تنتقل في زمن البروز. خاصة كيف ذلك مول السد الرئوي يكثر في هذا معناها امراض الصدر يكثروا في الزمن. كيف مثلا الكحة وجع الرقبة التهابات تكثر في الفترة أكيد، وأمراض البرد كامل روماتيزم. نحن نستخدم بالفعل الفواكه، نستخدم الخضار بشكل خاص، يعني لا يكاد يعود عندنا وجبة ما فيها خضار، لكن نطهيه أكثر نطيبه أكيد. شفتي هو المواد بالنسبة للفواكه بالنسبة للخضروات أشبه من الطبيعي، مثلا الطماطم اللي تعود ما هي طيبة أشبه تنتكل ما هي طيبة، لأن عندهم من تطيب لها تفقد تقريبا 40% من قيمة الغذائية. هذا صب الإضافة على أصلا شفتي العالم اليوم بها عزت على أنه يكثر من المنتوج الزراعي داخل التغيرات للجينات، حتى عادي يلعب بالجينات. ولذلك انا اعطيك مثال على ذا الدكتور عمر جميل الدويك، هو الدكتور وسبحان الله اسس علم جديد قال له علم التغذيه بالاعجاز القراني، وجاب فكره غريبه جدا. اعلن هم قبل يعني العلماء كحزوا بهم عزت على انه يجبروا منتوج اكثر، كحزوا على قبل السماد الكيماوي وعادوا يديروا على التربه من اجل ايش؟ من اجل على انه يقتل دوده الارض، ودودة الأرض أصلا الوسام يكتروها بيدي هي اللي تأكل الزراعة منتوج، وبالتالي دور يكتروها كانوا يجبروا حصاد أكثر. والسماد الكيماوي هي عبارة عن أملاح وعبارة عن أملاح ويعني في تركيبة فيزيائية يسحب الماء من الدودة وتموت. مجرد يسحب من التعرف على الماء هو أساس الحياة، أساس الحياة أي كائن حي، ويسحب من الماء وتموت مباشرة. لاحظوا هو على هاي الدودة كانت عندها فائدة، بل قال على ان الفائدة لهاي الدودة ما تقل أهمية عن 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 لـ 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 يعني الأنف والعين بالنسبة للشخص. لماذا؟ لأنها شفتي هي تخلق هم لـ لـ يعني التفاعلات في التربة الامتصاصات، وتتحول مواد كان اصلا تحتاج الى مثلا الطماطم مثلا كانت تحتاج العناصر، تفقد ذوك العناصر اللي كانت محتاجه، وبالتالي لا تعود تتغير طعمتها، تغير طعمها ونكهتها، تتغير رائحتها، تغير فيها عناصر وهذه العناصر مولي بالمناسبه العلماء حتى الان يعرفوا منهم الى 200 مثلا عنصر من بين 4000 عنصر، معناها الى الان العلم مازال يعني في طور التجدد والعطاء ولذلك دائما يخلق الابحاث الجديده. وانا ننصح موريتانيا بشكل عام على انهم دائما يهتموا بالابحاث، لان عياوهم يعود هو خارج الفكره الجديده اللي لعل يعني نسى عنها اللي هو ذني قالوا كيف ما قلت لك نحن راكب زمن الشتاء، وفي هذا الزمن لاحظنا انخفاض درجة الحرارة حتى على انها وصلت الى 8، وهذا كان مثلا رواية غريبة على المجتمع ما هي ياسر فيها التعامل معه. الأغذية يلا تتحول بتحول الظروف المناخية، اكيد شفتي هو الانسان
الإنسان من طبيعته أنه يتكيف مع الوسط الخارجي، ويقر يجب أن يركز دائما من طبيعة على الغذاء، على الغذاء المناسب لهذه الفترة. مثلا استعمال الزنجبيل، كثرة استعماله في الشراب، وكثرة استعمال يعني ما يقندي الزنجبيل، ما يسبب بعض الحساسيات عند البعض. هو من طبيعته حار، ولذلك هو يجيد يستعمل الله في الفترة يقهر يالله يستعمل منه ده يقهر بشكل خفيف. شفت مولي مشكلة الياس من الأشخاص عندهم اللي تقولي معد الرواية يمشي يزيد عليها حتى ويصبح قا هو كل شيء إذا زاد على حده قلب. كيف قلت لك دارك سماء البرد، يالله دائما نهتم بالمواد اللي فيها مضادات الأكسدة، لأن ولذلك وهذا خصوصا بالنسبة للنساء اللي يبحثوا عن يعني مجال الجمال والأمور، لأنه هاي كثرة التأكسد دائما يؤدي للشخص أنه يشيب عن الوقت وحتى للشيب زي الأمور كاملة. معناها الدراسات اللي يعدلت على المجال ظهور علامات الكبار. بس يعني الدراسات اللي عدلت في هذا المجال أكدت على أنه الشباب استعمال هاي المواد كيف الزنجبيل في هذا العنصر، كيف يعني الفواكه بشكل عام، مع الفواكه في الزنك اللي يصل اللي ينصح بكثرة استعماله مدي في الفترة. و موضوع متشعب ما يمكن أبدا عن النظرة، إن شاء الله عرفتها كانت جيدة. أستاذ عطمتو، نحن معروف عندنا في مصيرنا أشكال قديمة يعني ما نتخلوا عنها، البيوان مارو والحوت والكسكس. سؤالي هون عن مارو والحوت خصيصا، والحوت يعني وجبة غنية ومفيدة ولحم أبيض أيضا، غير نحن في نصيبنا نبلاوهم التمات ونبلوه ونحرقوه، لذلك عنه ما يخسرش على قيمته الغذائية. ظاهر لي أنه يخسر بعض الشيء على قيمته الغذائية، اللي يقلل منها به اللي القلي يخسر القلي قاع دلوير ما يلتوي ينقلب طيب. ما يلتوي طيب حتى فهمت دلوير ما يلتو يطيب ذيك يلتو لقالي إنه يقلي رقاج الحوتين يحرك حتى وديك يدير دلوير وخليه طيب طيب عادي عود عادي، ما هو ذاك الحريق ما هو ذاك الحريق اللي يعدل يعودك حالي ما تيتي يعني يفقد الطعم حتى الله يفقد. وما اللي يخسر على الخضرة اللي تفقد قيمتها وتقع ما سوت على الاشكال عندنا القديمة، كانت هي قديمة كانت عندنا وما زالت عندنا، استثناء مارو والحوت اللي البعض يقول عنا قاع مستوردين من السنغال ومن غيره. ما لك عن المرأة ودورها مسؤولة عن تغذية عن الغذاء بالبيت، طبعا هي المسؤولة الأولى عنها، كان يلا تبحث كي قال الطبيب تبحث تطور تجدد من الأغذية، والله انتم لا حبيسين هاي الأغذية. يلا طبعا اللي تجدد به اللي ما يلا تتم تركز على وجبة واحدة، والله وجبتين يلا تتم ينوعوا الأسبوع كل نهار عدلوا وجبة ما هي ذيك اللي عدلي يامس ويتم ينوعوا كيف ما قلت لك سامحني رامي، كويل كنت تكلمني عن رياضة، عن درجة تخصص هالي رياضة. نحن في مجتمع الحمد لله اليوم يعني صفحت عندنا موجودة بشكل ما ظهر يعني بشكل كافي، ما الفائدة وقت قليل جدا نص دقيقة تكلمنا عن ضرورة الرياضة ضرورة الجسم؟ أكيد شفتي اللي هو ذاك اللي سبب الإصابة بالسكر وسبب الإصابة بالدهون كاملة، زيادة الدهون معناها الأشخاص اللي عندهم زيادة في الوزن أساسا، وخاصة نظرك في زمن الشتاء تعرف أن الناس تم دائما لا تتوكل وقاعدة ما هي عوادلها مثلا ما تعمل ما عند نشاطك يعني. وشفت المهم في الرياضة أساسا هو تعود يعني الدورية، هي الرياضة المقصود منه معناها أنا لين عدل مثلا 10 دقائق كل ليلة كل ليلة والله كل يوم مهم وقت نحدو أنا خلينا تم نعدلها كل يوم لين وتساعد حتى قاعدة تساعد على الهضم وتساعد مودي على المواد يقص على سرعة مشي الدم تساعد لي. أكيد هي الرياضة حقيقة مفيدة في كل شيء يعني ضرورية كما أن الغذاء ضروري بالجسم ضروري أكيد.
اللي نعذرو نحن حد يوكل ويرقد والله يوكل ويقعد خطير جدا. اكيد كيف قلت لك ضروري حتى وكذلك مولي نحن دارك العالم دارك المشكله اللي جابر هم التزايد في الوزن ناس الواحد مثلا هم روايه غريبه بها اللي ناس ما تتعود تعد الرياضه دادوا للاشخاص اللي يعود مثلا فرض عليهم بعد الرياضه تجبرهم حتى مولي يعني ما يعد الحد رياضه مو بعدين يصاب بمرض اكيد هاي مولي مشكله هاي ظاهره هاي ظاهره سبحان الله دائما الاشخاص في مثلا فتره رمضان تلاحظ عليهم في الليل الناس اللي تتعد الرياضه تلاحظ الناس اللي عاد بدينا الاشخاص اللي اصحاب السكري الاشخاص وكانوا وهي وقايه هي وقايه رجاش يجبر سريعا تقول للمشاهد وتقول لنا كاملين اي نوع من انواع الرياضه يلا حد يمارسه المفروض حد يمشي يبحث ولو دل تمارين معينه وحركات معينه والله يكفي المشي والله انا لهي نقول للمواطنين بشكل عام على ان الرياضه كيف قلت لك مهم علينا دوري تعود دوريه تعدل كل يوم والله كل نهارين والله كل ثلاث ايام والرياضه هو مثلا لا الصلاه الرجال يصلي تعرف يعني اللي يتحركوا الاعضاء كاملين هو المحافظه على الصلاه الرياضه اكيد اللي يتحركوا المفاصل وبالتالي عدل نوعا ما شكل من الرياضه سيما اذا كانت شغل المسجد اكيد معناها عد في عندنا رياضتين في المكان صحيح وكثرة الصلاة بيدي سبحان الله وملاحظ على ان كثرة الصلاة دائما يعود الشخص تؤدي الى توازن الجسم وتؤدي مولي بيدي مولي جميع المفاصل اللي يتحركوا والله كثيرة المفاصل سبحان الله وعندها الأهمية الكبيرة ولا عاد مولي رجاج لابد لا يحاول مثلا الرياضيين الآخرين اشبه يعدل شيء يعود الخفيف ما يعدل شيء لا يعطبه بيدي لا ما كافي المشي كاع القوطرة بحدها ما كافي القوطرة زينة القطرة حد لا يتم عد القطرة مثلا الشيء بعدك هو هرولة معقول اكيد ويعد الشيء يعود قد يحرك فيه اعضاءه كامله واياك يحرك السكريات واياك يجبر الجسم ملي يقيسوا المواد اللي كل ماده تقيس المكان اللي مطلوب منها فلا سيما قال يعود ذاك الوقت معمل سكريات بسيطه يعني معمل تمرات مع الصباع عند منين يصبع يعود مع الصباع يعمل تمرات اللي ان تمرات اللي يعطوه للطاقة وبالتالي قد يعدل الرياضه والله العسل يعمل شيء من العسل لان قال العسل الكافي لانه يقول الله تبارك وتعالى في سوره النحل ويخرجون من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس معناها هذا كافي من اهميه العسل وقل قاتل جبريل منها والمواد كامله ما عندها الفائدة استاذ بقيته ما دام استاذ ذكر الرياضة وتكلم عن ضرورة رياضة المرافض المطبخ وهي تمرق وتدخل وتجهز الأغذية هذه كافيتها يلا تحافظ عليها والله تفتنا وجيب لي وعدل واسي والله هي تقبض شقال وشقالين وزليان والله هي شبه اللي تعود هي اللي تنصب هي اللي تحضر في بيتها ياك تعود ممارسه رياضه في دارها ما هي قاع مثلا اذا عاد مثلا قداش يقدر تخف ذاك شوي من وتوزينا عندنا مساعد على شيء عينه من الرياضه لكن بس صح من وقتنا بدا ينفذ والله بالفعل انتهى لكن ما اريد من الحلقه سبق تكلمني عن مسالتين عنصرين اساسيين وحاضرين في غذائنا اللي قالوا الزريق والتاي بالنسبه للشاي الشاي سبق التاي اللي نصنع قريريته خاصه في الزمن الفتره به اللي شفتي الشاي فيه الانزيم مضاد للاكسده وينصح قاع به للوقايه من السكر بالمناسبه الشاي اخذ دراسه الوقايه من السكر اكيد الشاي الشاي الاخضر هو ورقتنا اللي عندنا لا ورقتنا العادي اللي عندنا يعني وكافو هذا سبحان الله لاحظوا عليهم الاشخاص اللي عدت عليهم الدراسه لاحظوا ان 50% منهم والله 51% منهم ما اصابوا بالسكر بعد ذلك معناها هو يلعب دور وقائي لانه الكمية اللي يقبض الإنسان من السكر ما يستفاد منها بالإنسان لا يمنع التركيك الجلوكوز تعرف عن الجلوكوز اللي يعطينا الطاقة عن طريق معادلة الشهيرة الزريق طبعا أشبه يعود طبيعي تعود عن البن الطبيعي أشبه إلى عدل من البن الحليب وراني الشاكر لتلفت المرافق مرة أخرى
على هذه الإضافة، وموجه للتحية يعني للمواطنين كامل بشكل عام، وقايل لهم توعد انهم يركزوا على صحتهم وعلى ان الوقايه خير من العلاج. شكرا جزيلا لك استاذ محمد الامين، وشكرا ايضا استاذ فاطمه. بالفعل الموضوع كان المفروض عنا نجبر وقت اكبر من هذا حتى نستطيع ان نثري على الاقل الجانب الاساسي من وقت هذا ما سمح به الوقت. اجدتم وافدتم ان شاء الله، ما خليتوا شيء. بارك الله فيكم، نحن ايضا سعيدين بوجودنا معكم. شكرا. ما انتم مشاهدينا أهدي إليكم هذه الحلقة الخاصة عن التغذية، نرجو أن تكون قد استفادت منها كل سيدة وسيد على حدة، وأن تكون بداية لتحول جديد في نظامنا الغذائي واحترامه. شكرا جزيلا لكم.